أقامت محافظة بني سويف معرض أهلا مدارس بالتعاون مع بعض سلاسل المكتبات الشهيرة ومصانع وشركات القطاع الخاص. يوفر المعرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 و15% ومن 15% إلى 40% للأحذية والزي المدرسي والكتب الخارجية بخصومات تصل إلى 20%. احنا قايمين بمبادرة ان احنا بنبيع بسعر التكلفة، الكتاب الخارجي بنبيع بخصم 20%، ده سعر تكلفته علينا، والدولة موفرة لنا يعني المعرض في مكان في سنتر البلد، بنوفره يعني موفره مجانا، ما بندفعش اي مصروفات خالص بالكهرباء بتاعته بالفراشه بتاعته. واتفرجت على حاجات هنا بصراحه، حاجات حلوه متناول الجميع في بتخفيض عن بره اكتر من 20%، سواء المدارس او الملخصات او الشنط. هنا زي ما انتم شايفين شنط مدارس وملخصات وكشاكيل. ما شاء الله الاسعار في المعرض كويسه جدا ومناسبه للجميع، وبنشكر مبادره الرئيس ومبادره محافظ بني سويف. انا جيت هنا المعرض واشتريت حاجات المدرسة وعملوا تخفيض 20%، وأنا مبسوطة وفرحان.